التسمية هي جات لأنه مهرجانات المونودراما هو مهرجان المونودراما، مهرجان المونودراما بالفجيرة هو مهرجان المونودراما، والمونودراما عندها تحديد في المفهوم متاعها، هي تخضع إلى ما تخضع إليه المسرحية العادية، ولكن عوض أن تؤدى بعديد الشخوص تؤدى بشخص واحد يتقمص فيها عدة شخصيات، وتفترق معناها هناك فرق بين المونودراما وبين ستاند اب وبين المونولوج وبين الومشو، هذا تنشوفوه في الاختصاص وشوفته في ورشة الإخراج. لكن أني أتحدث عن المسرح النسوي ولا مسرح وهن ولا مسرح المبدعات، وإلا مثلا تجربة في تونس وقعت في الحمامات في السنتر الحمامات اسمها بعيونهن. بعيونهن هو يرصد المبدعات السينما في تونس، يعني يبث كان الأفلام السينمائية النسوية في مراكش الدورة الأولى، يعني كانت سابقة ويتسوف، وكانت سابقة حتى تجربتي أنا في تونس، لأني أنا زاد عندي مهرجان المونودرام في تونس.